الأمانة حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجودنا على الأرض أمانة، تعليمنا أمانة، وأنا واحدة ممن حملنا أمانة هذا الصرح الشامخ. الحياة ما هي إلا فرضيات تصاغ على أنها حتميات، ولتغييرها نحتاج أعواما أو عقودا أو أجيالا، ولكن بالتحاقي بدار الحكمة عام 1999 أدركت أن التغيير ليس بمستحيل، وأنه يكون باستثمار الفرد لإعمار الأرض. 4 أعوام قضيناها هنا صنعتنا، خرجنا منها بتعليم متميز يضاهي مستوى التعليم في الغرب بقالب يتماشى مع هويتنا الإسلامية. هيأت لنا الانفتاح على العالم الخارجي، زرعت فينا ثقافة الحوار وتقبل الآخر، أسست فينا حب الاستطلاع والاستكشاف، صقلتنا شخصيات واثقة مثابرة مبدعة مبادرة قادرات على إحداث تغيير إيجابي في أنفسهن ومجتمعهن والإنسانية بقصد إرضاء الخالق عز وجل. وبفضل الله تخرجنا بسراج من نور الحكمة، وأصبحنا ممن يشار إليهن بقائدات رائدات راعيات لهذا الجيل. هو يومك، والآن قد حان دورك لتنيري ما حولك، فكوني بحق وبعون الله حاملة للأمانة، خريجة راعية رائدة قائدة.